شلونك؟ هلا حبيبي شلونك؟ طبعا سجاد واحد من مشاهير السوشيال ميديا. حبيبي على راسي. هيك محتوى حلو لطيف محترم مثل وجهك. رحم الله والديك. اشكرك. سجاد شنو حلمك بالحياة؟ والله حلمي بالحياة هسه شوية شوية العافية درجات، شو حققنا من عنده؟ زين شنو اللي بعد ما بتحقق؟ بيت. بعد لك بيت؟ الآن يعني أنا عندي هنا بوثين بمول زيونه. ايه. اللي يشوفني عبالي يعني احنا قاعدين نجار. اي بس اللي يشوفني عبالة احنا احوال عندي بوثين وفلوس يعني دول جماعتي احسهم يعني عبالة كاني ماكو شيء والله ترى احنا قاعدين نجار والعزير بس شنو هذا الحمد لله الله كريم سجاد يقولون لقب قاهر النساء قاهر النساء يا يابا وين اكو شيء يا نساء يا الله يقول عمي لا عمي ماكو شيء تتعرض الى مواقف محرجه؟ اوه واي مثلا واي يعني واي واي يعني اعطيني واحد من هاي المواقف شنطق يعني يعني مواقف هي المعجبات انت كونك كمشهور مثلا معجبات اي يعني موقف صار مثل ما قال شي حبيبتي اذا اشوف وحده باو علي لو ضحكت وياي اي ابتليت على نفسي انت تحب؟ اي طبعا صار ايش قد علاقة هاي والله انا قبل يعني ابكي تحب وما احب بس هسه واقع على راسي صار لي تقريبا 11 شهر اوه هذا حبك الحقيقي هذا حب الحقيقي صار اه اي ودعتك محمد ما تبدلها؟ ما بدل النوبه يابا ذولا متابعين يعني يعرفوني لا ليش يباعون ليش يابا شو اسوي اغمض بعد ما اجي المول حرنا محمد شلون؟ زين تغار عليك يعني اي حقها حقها؟ مشكلة انا غار انقس شو وقت تخطبها؟ والله بعد عندنا وفاة هسه وفاة خالي يعني تخطبها؟ اي طبعا يعني هاي لك وانت لها منتهين من عندها شو تقول لها؟ والله قاعد هي زعلانه من عندي يلا تعرفنا I love you والله بعدين راضية بعليك تعرض إلى مواقف مثلا تحرش تعرض إلى مواقف محرجة مع الزباين أو بشكل عام يعني أو بأماكن عامة كانوا هم ذول يعني متابعين مواي قلت لك كنت بمول النخيل أنت يمكن تدري صحيح فكانوا يجون أكثر متابعين يفوتون يشمرون حكي إيه يعني شلون يعني أضحك يعني يتحارش هواي أمور أكو كان يجي يشتري من عندي تجي تقول أنا اشتريت من عندك بس على مود أجي أحكي وياك لو شيء من الأمور لأنه تحبك لأنه متابعتني لو شايفة مقاطعي لو شيء أي من الأمور أنا أتمنى لك كل التوفيق حبيبي محمد أشكرك إن شاء الله تحقق كل أحلامك شنو شنو بعد إيش قد توصل متابعين؟ والله هسه 465 كي على التيك توك اي هسه ذبينا على الكردي ها جاياتي كردي جماعتنا فول لان انا كردي من دلاوي يا حبيبي, حبيبي على راسك محمد الله يسلمك تحياتنا لكل الاكراد وكلهم اخواتنا وناسنا اشكرك حياتي شكرا حبيبي محمد حبيبي سجاد